وزارة التربية والتعليم من كام يوم أصدرت قرار بتدريس ودمج اللغة العربية والتاريخ ضمن مواد المجموع في المدارس الدولية. في الحقيقة قصة المدارس الدولية والمواد بتاعتها دايما بتكون مثار جدل، وخصوصا أن اللغة العربية والتاريخ ما كانوش قبل كده ضمن هذا الأمر. إيه أهمية هذا القرار بعد إقراره والموافقة عليه؟ وإيه تأثير ده أيضا على طلاب المدارس الدولية؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور تامر شاوي، أستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس. صباح الخير عليك يا دكتور، وبعد التحية بالتأكيد اللغة العربية والتاريخ من ضمن المواد اللي بيطلق عليها مواد الهوية المصرية. تعليق حضرتك على دمجهم في المدارس الدولية. أولا صباح الخير يا أستاذ الصفا، صباح الخير يا أستاذ منى، صباح الخير على كل المصريين. أهلا وسهلا. طبعا من القرارات المهمة اللي أصدرها معالي الوزير التربية والتعليم أمس قرار دمج مواد اللغة العربية والتاريخ أو الدراسات الاجتماعية في المدارس الدولية أو المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة دولية داخل جمهورية مصر العربية. خلي بال حضرتك من كلمة داخل جمهورية مصر العربية، إذا هذه المدارس تقع في مصر وفيها طلاب مصريين. فمن غير المعقول يا فندم اللي احنا نخلي الطلاب بتوعنا يدرسوا مواد زي اللغه العربيه او التاريخ خارج المجموع، فمن هنا جه القرار ان المواد دي تدرس فيها وتخش جوه المجموع. طيب هنا السؤال، هل المواد دي اول مره تستحدث في هذه المدارس الدوليه؟ طبعا لا. المواد دي يا فندم كانت موجوده من زمان لكن كانت خارج المجموع، وده ترتب عليه عدم اهتمام طلاب هذه المدارس او الشهادات الدوليه باللغه العربيه ولا التاريخ، رغم ان المواد ديت بتشكل الهويه الوطنيه اللي بتميز الطالب وبتميزه من ناحيه الدين والوطن عن طالب اي دوله اخرى. فما ينفعش يا فندم ان تبقى مدرسه في ارض مصريه والطالب فيها لا يعرف مبادئ اللغه العربيه ولا يعرف تاريخه ولا جغرافيته. فمن هنا جت هذه القرارات. طيب هنا القرار بيشمل ان احنا ندرس ماده اللغه العربيه في مرحله رياض الاطفال، بندرس اللغه العربيه والتربيه الدينيه للطلاب من الصف الاول حتى الصف الثالث، من الصف الرابع حتى الصف التاسع او ما يعادل الصف الثالث الاعدادي، بندرس اللغه العربيه والدراسات الاجتماعيه والتربيه الدينيه، بس اللغه العربيه والدراسات الاجتماعيه هتخش ضمن المجموع، كل ماده هيبقى ليها 10% من المجموع النهائي للدرجات. طيب بعد كده من الصف العاشر للصف الثاني عشر او ما يعادل الثانويه العامه عندنا، الطالب هيدرس بقى اللغه العربيه والتاريخ والتربيه الدينيه، لكن اللغه العربيه والتاريخ هتخش ضمن المجموع بره بنسبه 10% لكل ماده. طيب طبعا هنا المناهج ديت هتبقى زي مناهج مطبقه في المدارس الرسميه المصريه وفي الشهاده العامه، الامتحانات هتضعها وزاره التربيه والتعليم. طبعا هنا المجموع كل طالب في هذه المرحله او في هذه الشهاده النهائيه الدوليه هيبقى 40% جي بي اي و40% للاختبارات النهائيه الدوليه و20% لامتحان التاريخ واللغه العربيه. طبعا المدارس الدوليه زي ما احنا متفقين كلنا ان هي مدارس ذات طبيعه مميزه، بتخرج لنا شريحه من الطلاب المتميزين، وحتى الاداره بتاعتها بتبقى اداره على اعلى مستوى وفيها اهتمام بالطالب والانشطه وبناء الطالب. لكن اهمال اللغه العربيه والتاريخ وجعلها خارج مجموع زي ما قلت في البدايه خلى الطلاب لا يهتموا بمثل هذه المواد. صحيح. زي ما حضرتك اتفضلت يا استاذ مصطفى ان هي مواد الهويه الوطنيه. طب ايه اللي هيترتب يا فندم على ادخال مثل هذه المواد في المجموع؟ اول حاجه المواد دي يا فندم هتعمل على ان الطالب يهتم بها، يهتم بدراستها، يحاول يتقنها. احنا كلنا عارفين في الثقافه المصريه وبعض دول العالم حتى متقدم اي مواد خارج المجموع بيبقى الطالب بيهتم بيها بدرجه اقل من المواد داخل المجموع. فمن هنا الطالب اهتمامه بهذه المواد هيعمل نوع من تعميق الانتماء لوطنه من خلال اتقان اللغه العربيه ومعرفته تاريخ بلده وجغرافيه بلده. خلي بالك التاريخ ودراسه التاريخ بتخلي الواحد بيفخر بانتمائه لهذا الوطن، يشوف كفاح ابائه واجداده عملوا ايه، الاهرام بنوها ازاي، كفاح شعب مصر ضد هجمات المعتدين الخارجين طوال التاريخ والنماذج التاريخيه اللي مرت علينا. صحيح. دي كلها بتعمل اعتزاز للطالب وطني. تاني حاجه يا فندم بتخلي الطالب عنده حصانه ضد الغزو الثقافي الاجنبي، بمعنى ان الطالب هنا بيبقى عنده جذور مترسخه داخل شخصيته من خلالها يقدر يقاوم اي غزو اجنبي، ما يبقاش اجنبي، ما يبقاش قابل للاستهواء وقابل للتاثر بهذه الثقافات. خلي بال حضرتك في طلاب كتير من طلاب هذه الشهادات وانا اعرف كتير منهم بيسافروا دول اوروبيه واجنبيه. تفتكر هنا يا فندم لو الطالب دوت ما عندوش مثل هذه الجذور في اللغه وفي التاريخ
قابل زمايله في ثقافات تانية هيقدر يدافع عن ثقافته القوميه؟ لا. فمن هنا القرار ده بنستمد اهميته. ايه تاني يا استاذ مصطفى وزميلنا؟ الطالب هنا بيتمكن من لغه عربيه، اللغه العربيه هي لغه الدوله المصريه، لغه الوطن العربي، لغه القران. وبالتالي هنا الطالب بيعيش في مجتمع مصري، بيبقى عنده القدره على التواصل مع غيره في المجتمع المصري. هو مش كل الطلاب او مش كل افراد المجتمع المصري بيتكلموا بطلاقه باللغه الاجنبيه زي مثل هذا الطالب. فهنا الطلاب دول كانوا بيواجهوا صعوبات في التواصل حتى مع فئات الناس العاديه وبيلاقوا مشكلات، ده هيسهل عليه عمليه التواصل. هنا الطالب معظم الثقافه طبعا او غالبيتها بنسبه 90% في الوطن العربي ثقافه باللغه العربيه، فده هيسهل على الطالب ان هو يفهم مثل هذه الثقافه. طيب هنا برضك من مميزات هذا القرار يا فندم ان هو هيكشف لنا عن الطلاب الموهوبين في اللغه في هذه المدارس. طبعا احنا طيب هنقف عند النقطه دي دكتور، وخلينا نشوف مع بعض المنهج اللي هيطبق في المدارس، هل هو منهج موحد يعني زي ما بيحصل في المدارس اللغات والمدارس الخاصه والمدارس التجريبيه والمدارس الحكوميه، منهج اللغه العربيه موحد، هل هيتم تطبيق نفس المنهج؟ بالظبط يا فندم، المنهج هنا هيبقى منهج هو اللي حطاه وزاره التربيه والتعليم وهو شبه مطبق في المدارس الرسميه الحكوميه المصريه، تمام؟ طيب بس هنا خلي بال حضرتك في اشكاليات برضه هتقابل طلاب هذه المدارس، تمام؟ واداره هذه المدارس، انا بالفعل تواصلت امس مع بعض اصحاب هذه المدارس ومديريها، لقوا ان هو القرار طبعا بالنسبه لهم كان مفاجاه، بس يعني هم محتاجين شويه وقت على ما يتاقلموا عليه، ومحتاجين ان هم يعرفوا مبررات مثل هذه القرارات، ومبررات دي انا بقولها دلوقتي مع حضراتكم وبنسردها مع بعض. فمن هنا يا فندم الطالب هنا هيدرس قواعد اللغه العربيه، ودي قواعد على فكره في المناهج المصريه قواعد جيده جدا، خاصه مع مناهج مطوره من اول الصف الاول ابتدائي الى اول الاعدادي حاليا. المناهج دي مطوره في اللغه العربيه في تحفيز الطالب جدا في اتقانه مثل هذه اللغه. زي ما بقول كده يا فندم هتكشف لنا عن الطلاب الموهوبين في اللغه العربيه، احنا عندنا طلاب هنا يمكن يبقى الطالب موهوب في اللغه ومش قادر يخرجها عشان هو ما بيدرسش مواد اللغه العربيه. هيطلع علينا نابغين في الشعر في الادب الى اخره. طيب يعني احنا يعني بغض النظر ان هو يطلع النابغين، يعني هل المواد دي في ضمن المواد اللي بتخش ضمن المجموع يا دكتور، ولا هي مواد تكميليه؟ لان انا اعرف ان طلاب المدارس الدوليه شهاداتهم بتاتي من الخارج، يعني هو التصحيح بياتي من الخارج والامتحان بياتي من الخارج، فهل انا مديهم ماده يعني مادة خدها ما خدهاش مش هتفرق معاه في المجموع، ولا مادة إلزامية؟ ده السؤال الأهم. هي يا فندم أنا قلت إن هي يا أستاذ مصطفى مادة إلزامية عليها 10% من مجموع الطالب في شهادة بتاعت هذه المدارس. إزاي معلش إزاي ده هيكون والشهادات دي أصلا بتأتي امتحاناتها من الخارج ومناهجها من الخارج و يعني سلطة المدرسة هنا هي مجرد التعليم؟ جميل جدا، هو ده طبعا سؤال وجيه جدا يا فندم، باعتبار زي ما احنا قلنا في البداية ان 40% جي بي اي، وكان في الأول 60% للامتحانات الدولية اللي هي الماس والإنجليش، لكن هنا يا فندم كان 60% اصبحت 40% وخصصوا 20% للتاريخ والعربي. دي الاشكاليه اللي هم بيفكروا فيها المدارس الدوليه حاليا، واللي هم في طريقهم للتعرف على ازاي هيحلوا مثل هذه المشكله بالاتفاق مع وزاره التعليم العالي والتربيه والتعليم. خلي بال حضرتك كان طالب المدارس الدوليه كان يمكن يخش الجامعه ورغم في بعض الشهادات الدوليه ولم ينتهي بعد من اللي هو اجتياز امتحان لغه عربيه. لكن كان الطالب بيقضي الاربع سنين بتوع الجامعه، ومهم هنا خلال اربع سنين يجيب شهاده ان هو اجتاز مثل هذه الامتحانات. فهنا الطالب هتعوقه مثل هذه الشهاده عن دخول الجامعه، ومثل هذا القرار عن دخول الجامعه الا بعد ان ينتهي بالفعل من الحصول على الامتحان والنجاح فيه بدرجه كمان يا فندم. طيب دكتور خلينا نقول ان في طلبه اجانب ما عندهمش مبادئ اللغه العربيه، يعني كتير برضو من الطلبه الملتحقين بالمدارس الدوليه ممكن يكون كبار في السن على انهم يكونوا خدوا المبادئ الاساسيه لمبادئ القراءه والكتابه، التعامل معاهم هيكون ازاي؟ هل بيقدموا شهادات ولا ايه اللي بيحصل؟ بص يا استاذ منى، دلوقتي احنا عندنا نمطين من الطلاب في هذه المدارس، طلاب اجانب وطلاب مصريين، والطلاب المصريين منهم نمطين، طلاب مصريين جنسيه مصريه خالصه او متزوج جنسيه.
الحالتين الاولانيتين اللي هو الطلاب الاجانب يا فندم او الطالب ذو الجنسيه المزوجه لو هو حب قدم ان هو طالب اجنبي بيعطى لهم اعفاء من مثل هذه المواد. لكن الطالب المصري بتفرض عليه مثل هذه المواد يا فندم. لكن هنا بيتسال بره، يعني هنا عايزين نسال، هنا الطلاب بيبقى ليهم كوتا معينه في دخول الجامعات. هل مع هذه القرارات هيتم تغيير الكوتا بتاعتهم ولا لا؟ فده سؤال مطروح للنقاش وعايزين المسؤولين طبعا يجاوبوا عليه. طيب برضك من الحاجات المهمه استاذ مصطفى وزميلنا ان هنا الطلاب دول طبعا بيخشوا جامعات مصريه، سواء مثلا هنقول مثلا جامعات او ما بيخشوا جامعات خاصه في الاغلب او جامعات اجنبيه بره، وساعات بيخشوا جامعات مصريه مثلا كليه الالسن. ما كليه الالسن يا فندم فيها مقررات بلغه عربيه حتى في اقسام اللغات، فالطالب هنا هيأثر عليه مثل دراسه مثل هذه المواد يا فندم ان هو يتاقلم مع مواد اللغه العربيه. مفهوم هذا الكلام. تمام. طب احنا الوزير محمد عبد اللطيف وجه ايضا بتدريس هذه المواد لطلاب رياض الاطفال. رياض الاطفال هيدرس تاريخ ولغه عربيه؟ لا بص يا استاذ مصطفى، بص اول حاجه يا فندم مرحله رياض الاطفال بيدرس لغه عربيه فقط، مبادئ اللغه العربيه. لكن الدراسات الاجتماعيه سيكولوجيا الدراسات النفسيه اللي انا متخصص فيها لقت ان المسن ملائم لتدريس الدراسات الاجتماعيه مع الاطفال وفقا لقدراتهم العقليه بيبدا من الصف الرابع الابتدائي. تمام. وده النظام المعمول بيه يا فندم في المدارس المصريه العاديه، هتلاقي الدراسات الاجتماعيه الطفل بيبدا ياخدها من اول رابع ابتدائي، تسمى دراسات اجتماعيه تاريخ وجغرافيا لغايه ثالثه اعدادي، وده اللي هيطبق في المدارس الدوليه. من اول اولى ثانوي الطالب بيبقى عنده قدره اكبر على التمييز بين المقررات المختلفه، فبنقسم المقررات. فمن اول اولى ثانوي الدراسات الاجتماعيه هتتحول الى تاريخ فقط. تمام. يبقى هنا زي ما بقول لحضرتك عربي، بعد كده دراسات اجتماعيه من اول رابعه ابتدائي، بعد كده تاريخ من اول اولى ثانوي. هيتم تطبيق على طلاب المدارس الدولية ما يتم تطبيقه في المدارس المصرية بشكل عام. كل الشكر ليك الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا. بالتأكيد اللغة العربية والتاريخ هما يعتبر من مواد الهوية المصرية، وبالتأكيد القرار ده هنعرف تأثيره في المستقبل القريب على طلاب المدارس الدولية.